ما رئيس استقال يعني برأيك القصف علينا وكشي علينا يعني استقالته إلى معنى معين رغم أن الرسن وكل مناطق سوريا عم تنضرب وغاية القصف ولا غاية شو حتى استقال لا غايته ما في تقديم سلاح والدول الغربية كلها عم تكذب علينا كذب وعود 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 ما في شيء مقعود صرنا سنتين نقعد ونعطيكم حتى ستر الواقف من الرصاص ما بعثونا إياه أساس بعث مدرعات وأمريكا تدعم وكان في 11 دولة بس من أصدقاء سوريا كان 80 من حوالي 4 شهور نزل العدد ل 11 دولة اللي من ديننا من دين الإسلام والأخوتنا العرب والمسيحية ما وقفوا معنا بقل ربنا يوفوا معنا أنا خليه يوفوا معنا هذول وعودا الأمير حمد ما حمد وما بعرف إيش بعدين نعول عليه شو مثل اللي صار مبارح مثل معاذ خطيب والله مثل ما حكى أخوي يعني إذا الأخوة